السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية يا جماعة. معكم أخوكم نواف لسوي. بهالفيديو إن شاء الله راح أتكلم عن طريقة إضافة النغمات إلى جهاز الآيفون بدون استخدام الكمبيوتر أو الجيلبريك. راح ندخل على تطبيق الجراج باند. خلونا نعدل الشاشة. اثبت اثبت. حلو. لا روح كذي. أيوة، راح ندخل على تطبيق جراج باند. راح تطلع لنا الصفحة هذه. طبعا راح نختار الاوديو ريكوردر، ما راح نختار شيء ثاني. بعدين في عندنا العلامة هذه مثل ما احنا شايفين، راح نضغط عليها اللي هي صايرة مثل مربعات. راح تفتح لنا التراكس او الخانات هذه اللي موجودة. اللي علينا ان احنا نضغط على الحلزونة، يما الحلزونة هذه اللي موجودة هني، تضغط عليها. بعدين راح تدخل على الميوزك وراح تختار شنو الميوزك اللي انت تبيها من النغمات اللي موجودة عندك بالميوزك او بتطبيق الميوزك. فعلى سبيل المثال راح ناخذ اول نغمة، راح تضغط عليها مدة، راح تطلع كذي عندك، فتختار وين تحطها. فنحطها باول تراك importing audio file. بعد ما يحطها اللي راح يصير معاك إن الأغنية صارت بالبرنامج، تقدر تعدل فيها وتقصص المكان اللي انت تبي. فاللي عندك راح يطلع لك 8 بارات موجودة او 8 ارقام، تقدر تضغط على النغمة وتحدد تقصر او تطول حسب الحد اللي انت تبي. طبعا مثل ما قلت لكم حدها 40 ثانية، ما تقدر تزيد. اذا زدت اكثر من 40 ثانية ما راح تصير نغمة. اذا حاب ان انت تقصها راح تشيل هذا او الخط هذا، توقفه عند الحد اللي انت تبيه، تضغط عليها راح يطلعون لك الخيارات فوق، تضغط سبلت يطلع لك المقص، تسحبه لتحت راح يقص لك تراك مثل ما احنا شايفين سواه فانتي. فنضغط على هذا ديليت، فبقى عندنا بس هذا. خلونا نسمع النغمة اللي موجودة عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو، هذا الحين أبي المقطع هذا هو اللي يصير نغمة. بعد ما حددت الخانة اللي أبيها أو المكان اللي أبيه من النغمة، راح أضغط على السهم اللي موجود عندي فوق على اليسار، بعدين أختار My Songs، راح يسيبها ويخليها كنغمة أو كأغنية موجودة عندي. راح أضغط عليها مدة أو أضغط Select أختارها وأضغط سهم المشاركة اللي موجود فوق، راح تطلع لي الخيارات. ثاني خيار موجود عندك اللي هو الرينجتون، تضغط على رينجتون تختار اسم حق النغمة اللي انت تبيها. بعد ما تختار الاسم تضغط اكسبورت، راح تروح معاك وتصير على طول في النغمات. خلينا نثبت الجهاز بس شوي. اثبت اثبت. اوكي، فندخل على السيتنجز او الاعدادات، بعدين نروح على ساوندز او الصوتيات، نضغط على رينجتون كاهي موجودة عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كذي اخترت لك نغمة حق الايفون بدون استخدام الكمبيوتر او الايتونز او ما شابه ذلك. هذا اللي عندي اليوم، اتمنى هالفيديو ان شاء الله يفيدكم. واتمنى يا جماعة ان كل واحد وكيفه، اوكي، كل واحد واستخدامه، بتحطون اغاني بتحطون شيء. ولكن اتمنى منكم يعني اللي يروح المسجد يصلي في زر هني سايلنت، اذا كان حاط اغاني اتمنى انه يسكر، لانه ما يصير تزعج الناس بمكان عباده حق رب العالمين. اتمنى، مو فشخره ولا شيء، ولكن اتمنى هالفيديو ما يستخدم في اغاني مسخره والسوالف هذه. حطوا اللي تحطونه، ولكن راعوا الاماكن اللي انتم تدشون فيها باستخدام النغمات اللي موجوده عندكم. يعطيكم العافيه وشاكر لكم متابعتكم. اللي عنده اي سؤال او استفسار انا ان شاء الله موجود بتويتر، حسابي مثل ما هو مبين عندكم ان تويتر. لا تنسون تسوون سبسكرايب على القناه. يعطيكم الف عافيه على المتابعه وشاكر لكم متابعتكم. حب الله، مع السلامه.